اوكي، مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناة نصف لينكس. عم نتابع قراءة كتاب حوس بلكان بلغة سلك. طبعا نحن اخذنا التعليمات والعلامات اللي اسمهم كيو فري وام فري وكونست وليفتد. هلا بنكمل في شو اسمه، كيف نعمل برامج بسيطة صغيرة هيك عرض لنا اياها مبدئية اولية عشان تعرف كيف تكتب بكود كود بلغة سلك. طيب، فبهذا القسم راح شو اسمه راح نشوف بعض الدارات القانونية الصغيرة اللي بنكتب كودها بلغة سلك. في الغالب نحن نكون نركز على يعني حديثنا هون على الدارات القانونية اللي احنا تعلمناها بالفصل الثاني، اللي كان يتحدث عن الكيوبيتات والقياسات الكمومية او الكمية، وعندنا البوابات المنطقية الكمومية. هلا هو راح ياخد يعرفك كيف تكتب كود لبولي جيت، كيف بوابة بولي كيف تكتب لكودر. طيب هلا انا بدي لكم بس شغلة. هلا هو شو حاطط هون، هي مني مش من الكاتب. شوف شباب، دائما هو شو عم بيعمل، عم بيحط الفانكشن مين في الاول براس الصفحة، وبعدين بحط الفانكشنز الثانيين تحت. اوكي، لاحظوا في فانكشن اسمه بولي اكس طالبه ومعرفه هون. هلا انا لكم شغله، الكلام هذا مكتوب زي ما هو صح، بس احنا عشان راسك يمكن معود اكثر على لغه سي وجافا وهيك، فانت دائما بتكتب الفانكشنز معود بالغالب انك يعني تحط حتى باسكال. انا هيك تعودت، وحتى ما اتعلم كثير. اوكي، وخفف من كميه التعلم، وضلني بحفظ طريقه معينه واحده موحده قد ما فيها كل اللغات تنصب لها، فهي انك تعمل اسقاط كل شيء على لغه سي. بلغه سي وباسكال نفس الشيء، بتحط المين فانكشن تحت في كعب الصفحه، في كعب الملف. اوكي، وفوق بتبلش تحط الفانكشنز الثانيين اللي هن بيطلبهم المين. هو هون كاتبهم بالعكس، حاط المين فوق وبعدين فانكشنز الثانيين. اوكي، فانا نصيحتي لكم اذا عشان ما تخربط، خلي يعني انت اذا حب يعني مش هالمشكله هاي كبيره، بس انا عم بقول لك انه احسن انك معود على طريقه، عرفت كيف؟ فالتغيير كثير بصير بضيع الواحد يعني. اوكي، يعني بقول لك في بعض الناس بقول تشتت من كثر تعلم اللغات، بس مش هالقصه يعني. اوكي، بس انا اللي بس عشان ما نضيع بتعلم لغات كثير، تعمل هاي الطريقه بتمشي معي. خلص خليها كل شيء يكون مثل لغه سي. اوكي، وحط كل شيء فانكشنز بستخدمه المين فوق، والمين ضلوا بحطه تحت. تمام، طبعا هو الزناخة فيها هاي انك انت مش حتعرف البرنامج شو عم بيعمل لحد ما تنزل تحت في الكود، كل شوي طالع نازل طالع نازل طالع نازل. اوكي، طيب هلا فانا بالتالي الفانكشن هذا كله، هذا الكود كله اوكي قلبته حطيته بالعكس، حطيت ديف فولي بتمشي، حطيت ديف مين. هلا هو شو عامل هون؟ قال لك بالمين فانكشن بنخليه يرجع ويشغل كمان بنفس الوقت قيمه البولي اكس. هلا البولي عندنا صاير هون بوليان. اوكي، ف اوكي فال هون هذا القيمه اكس هاي بتاخذ صفر، هذا كيوبيت بينزل بقاله الفانكشن اكس اللي هو البولي. تمام، فهيك عرف فانكشن البولي على اساس انك بسرعه تفهم انه هذا بولي اكس. فعرفها هيك يعني بطريقه انك بس بدك تطلب البولي اكس بسميها بولي اكس خلاص. هلا بس هذا البولي مش بولي اكس، يعني انه كيف بدي اقول، انه مثل ما المفروض يعني المفروض هاي الاكس هيك بناتنا المفروض تكون هون، حتى انت تعبي شو ما بدك وتسميها باسم ثاني، بس هو عامله كاجراء يعني اجراء عادي، مش يعني مش حاط باراميتر حاطه هون. تمام، هلا هون انه انت بتبلش بكيوبيت صفر، فطالما هي بولي اكس، البولي اكس هي النوت جيت، هي بوابه شو قلنا، اوكي هي بوابه النوت. تمام، نوت اكس. اوكي، فشو ما كان بتحط بيعكس الاكس، اذا كان صفر بحطه واحد، واحد بحطه صفر. وهون لانه ليش بينعكس واحد صفر؟ لانه بوليان هذا الرقم، فبنحط هون بالعكس. اوكي، فهيدي هي كل القصه. هلا لما انا باجي هون بدي انبهكم على شغله كمان بالنسبه للاكستنشن اللي هي عم بتشغل كود على الفيجوال ستوديو كود. شغله لاحظتها، كنت افتكرت انه الرن هيدي هي اللي حتمشيك، الرن والرن والدوت ديبوجنج الاف 5 وهذا، فلا ما بمشي الحال، لازم تعمله مبدئيا لحد هلا يعني، بعدين بنشوف شو قصتها هاي. بتروح على تكتب سيلك هون في الاكستنشن مانجر، بس تكبس هاي يعني مكتوب اكستنشن زون قدامي في اليافطة الصفراء هون على جنب. بتنقل فيجوال ستوديو كود سيلك، وبتكبس على الدولاب هون المسنن
عجل مسنن نتك بس اكستنشنز، وهي بتتك، هاي ما قلت لكم ما تتكوها، قلت لكم اذا بدك بتتكها ما بتتكها. لاحظت بعدين لانه ما فينا نستعمل فانكشن هون ران، فالنصيحه تكوها خليكم كابسينها وبس، تكبس كنترول اس هو لحاله مجرد ما تحفظ، يعني حتحفظ الفايل غصبا عنك دائما كل ما، طبعا هذا الشيء هو الطبيعي يعني انك تحفظ الفايل قبل ما تشغله. اوكي طيب هلا فاذا هذه البولي، البولي كل ما بتشغلها اذا كان عندي صفر شو بتصير هون، بتعطيك الكت واحد، اذا حطيتها واحد هون عشان نجرب ونعمل كنترول اس لنحفظ، لاحظ كيف دغري بشغل لك الفايل بيطلع صفر. اوكي فاذا هيدي هيك عادناها شوفي كيف، ماشي فهذا هو برنامجك. اوكي طيب هلا لنشوف، هلا بدنا نشوف احنا معي البرنامج بكل بساطه. هلا خلينا نشوف لو عملناها البولي واي. اوكي فخلينا نسميها هون واي، هاي مش اجباري، هون بسميه الفانكشن بدي اياه، بس هيدي لازم تتغير. فهمت شو قصدي؟ يعني هيدي المفروض تكون هون واي، اوكي وهون بس عشان التسميه، هون عشان التسميه لازم بس احفظ. شايفين كيف كانت واحد صارت صفر، وهون على الواي بتنعكس الإشارة على الواي. اوكي طيب خلينا نحط هون صفر، شفتوا كيف؟ يعني اتجاه الواي اوكي بتصير هون، لأن هاي صفر، يعني هاي النفي على اتجاه الواي. اوكي النفي على اتجاه الواي، النط على هاي النط على جهة الواي مش على جهة الاكس. فنتذكروا انه في بلاش سفير وكيف تبرم الفكتورز وهيك، كيف تبرم المتجهة. طيب هلا اللي بيجي بعده هو الزد كمان، يعني بقول لك النتيجة، شايف كيف كمان الزد، الزد لازم تطلع معاك هيك تمام. فهي خلينا نقلبها اوكي، شايف كيف؟ هلا هاي الصفر بتصير هيك، حطيناها واحد حفظنا بتصير هيك، ماشي كلا القصة. هلا بدنا نشوف بوابة هذا مارد، اوكي رح نشوف كيف بوابة هذا مارد، رح نعمل شغل بوابة هذا مارد. اوكي فخلينا نقول هون عملنا فانكشن اسمه هذا مارد، وخلينا نحط نقي هيدي هيك مش هيك، هو حط صفر انا حطيته واحد مش هالمشكلة، حط لكم يا صفر بلش بصفر وحط له ريتيرن هذا مار استكن او اتش اي اتش تمام. هلا هون مش بولي زد بدنا نطلب هذا مار. اي هذا واضحه في هاي راديكال 2 اوفر 2 تمام على الصفر، وهاي راديكال 2 اوفر 2 يعني الجذر التربيعي تبع 2 تقسيم 2، هاي الجذر التربيعي تبع 2 تقسيم 2 او نص الجذر التربيعي يعني تبع 2. هلا هو لا عم بيحطهم كل شيء ككومبلكس نمبرز، فتجاهل هاي، هذا الصفر اي نساها تمام، صفر اي نساها، هاي هي بتطلع هاي ضرب هذا، وعندنا هاي الصفر كمان ضرب هاي. اوكي شيء كبير يعني عم بيمشي مع قوانين الرياضيات بس. اوكي
فباقي البوابات فيك تعملهم بنفس الطريقة، كلهم تطلبهم بنفس الطريقة. اوكي، من اتش، من اكس، من واي، مثل ما شفنا، مثل شو بعرفني، شو في بوابات اخرى. اوكي، سي نوت، عرفت شو، نفس الطريقة. اوكي، فإذا البوابات الكمومية لازم طبعا نجيبهم من موقع سلك. شوف بس فاتحين نحن هذا صفحة الانستوليشن عشان نشوف باقي الأسماء تبعية الفانكشنز الثانيين، عرفت شو؟ فتكون بالدوكيومنتيشن أكيد هذه، وأسماء البوابات المنطقية. functions بس نشوف functions. اوكي، فهدول functions موجودين، هذا الفيز، هاي روتيشن اكس، روتيشن عواي، ما بعرف شو، كل شيء. اوكي، قراءات اخرى عم بقول لك هون، في قراءات اخرى اذا حبيت اقرا اكثر. اوكي، عن كومبيتيشن سيناتكس. اوكي، هاي بيحكي عن هذا كتاب او ناس بيحكي عن لغه سلك كمان. وهون هذا الكتاب بيحكي عن الرامات، الذاكره، الرام تبعيت ككهرباء. اوكي، هذا الكتاب بال 2008 معمول، بيحكي عن الرامات الكموميه. تمام، فهيك بكون خلصنا احنا الفصل السادس من كتاب لغة سلك، تمام، اللي عم نقرا فيه حاليا. بشكر متابعتكم شباب، والسلام، رجاء الاشتراك بالقناة واخبار رفقاتكم عن هاي الفيديوهات. اوكي، سلام، باي.